اوكي، مرحبا شباب، كيف حالكم؟ نحن هلا عم نكمل في دروس برمجة سطح المكتب بلغة هاسكل. كيف نعمل برامج بواجهة رسومية. البرنامج المطروح هون انه نعمل شيء قريب من الآلة الحاسبة هون. اوكي، هي آلة حاسبة، نعمل هيدا. طيب، هلا الفكرة عندنا هون قبل ما نبلش، منع الجميع يروح يشارك الفيديوهات ضروري. وش اسمه، لانه طبعا عم بقدم شيء باللغه العربيه عن شغلات اصلا براجعها بس بالانجليزي، صعب تجيبها بالعربي. اوكي، لانه هي انتاج اجنبي. اوكي، طيب، تمام. هلا بالنسبه كاللي عم علمكم اياه، اصلا انا ما بعرف فيه كثير كهاسكل. انا بعرف بالجافا كيف تنعمل الامور، كيف واجهه رسوم، يعني مكتبه رسوميه اسمها تي كي انتر. اوكي، تي كي او تي كي انتر بدكم اياه، نفس الشغله. وشو اسمه، وبعرف بالويب. اوكي، وبعرف بالاندرويد. اوكي، المهم فكره الايفنتس، فكره الحدث، الزر لما بتكبسه، كيف تكتب له كود، كيف هذا بشكل عام انا فهمها. تمام، فانت معي ما راح تضيع. المهم تفهم الفكره الاساسيه من الواجهه الرسوميه، تمام، بغض النظر عن اللغه المستخدمه. هلا هون احنا بس على اساس انه عم نستعمل لغه هاسكل، وهاسكل طريقه الشغل فيها فانكشنال، فمشان هيك فيها زي الواحد بيعمل نوع من العصره، من التوست، هيك زي ما بقول بالانجليزي، هيك زي برمه خفيفه، عرفت شو؟ في لف يعني عشان توصل للموضوع. ليش؟ لانه الفانكشنال المفروض برمجه الفانكشنال، البرمجه الوظيفيه المفروض تكون الامور فيها ستيتلس، ممنوع التغير الحالي يعني، او هي بلا حاله. اوكي، كل مره بتنتقل على نقطه جديده بمرحله جديده ما لها علاقه بالسابقه. اوكي، غير مجرد انه بتعتبر المرحله السابقه هي مجرد مرحله. اوكي، مش نفس المرحله اللي بتروح بتغير فيها، ممنوع هذا التغيير بنفس المرحله. ف طيب، هلا الواجهه الرسوميه مشكلتها انه هي نوع من الادخال، هي عمل ادخال، فاذا هي بتنتمي كهاسكل للاي او موناد للادخال والاخراج كاي او. تمام، هلا كانبوت وانبوت، كادخال واخراج، عرفتوا كيف؟ هذا هو الاي او. فطبعا الاي او دائما ادخال واخراج فيه تغير في حاله الشغله. اوكي، فحتحس حالك شوي الهاسكل عم بتحولها للغه امبيراتيف، لغه حتميه، لغه اوامر، مش لغه فانكشنال كما هو مقرر لها. اوكي، لانه هي طبيعتها هيك، بمعنى انه ما فيك تعمل، المفروض تشتغلها فانكشنال بيور بيور، لانه هي بيور. اوكي، هي صافي صافي فانكشنال. طيب هلا، ف الصفحه اللي عندنا هون، اول شيء عنوانها انا اكيد حاطينه بالفيديو الاول. فهذا هو العنوان، الصفحة هاي اللي احنا عم نقراها. طبعا بتمنى عليك تشارك الفيديو مع كل اصدقائك المبرمجين، لانه هذا موضوع كهاسكل صعب تلاقى باللغة العربية، اصلا قليل ما تشوف شباب يشتغلوا باللغة العربية. العرب مش قصة قلة قيمة فيهم، هي هيك طبع اللغة، ما حتشوف كثير شباب عرب بيشتغلوا بهالموضوع، لانه بعده كمان بالنسبة لهم جديد يعني بشكل عام كعمر اللغة كلها العرب. تمام، وهي انتاج كمان يعني اوروبي، فمش من عندنا يعني جاي الامور. فكرمال هيك اتمنى عليكم يعني تشاركوا هاي المواضيع لاهميتها. اوكي، وتغطي قدر الامكان من المواضيع اللي مفروض بالجامعه كنت تعرف عنها. اوكي، لانها مواضيع اكاديميه بالاصل. تمام، طيب اعمل سكارد لهاي، الرابط بعدين بحطه تحت الفيديو مش مشكله. هلا انا طبعا مثل ما قلت لكم ما بعرف كيف الهاسكل بيشتغل جي اي فيها، فماشي مع هالمقال، مقاله ممتازه. طبعا اذا مثل ما حكيت بدها تعمل كالكوليتر، اوكي، اله حاسبه، والكيكالك هو الكي دي اي كالكوليتر، اوكي، اله حاسبه تبعت كي دي اي، هذا سطح مكتب لينكس. ومثل ما اتفقنا معكم بالفيديو الاول انه احنا بس حنمشي بلينكس، ما حنستعمل اي نظام تشغيل ثاني. تمام، طيب هلا المقالة بتقول انه هون هذا التوتوريال رح يفرجيك كيف
تبني برنامج الواجهة الرسومية، يعني مثل هيك زرار ونوافذ والاخ، بلغة هاسكل باستعمال الجي تي كي. هلا في مكتبة، في إضافة بتضيفها على لغة الهاسكل اسمها جي تي كي. الجي تي كي هي في واجهة على لينكس، اوكي، على توزيعات المفتوحة المصدر لينكس او فري بي اس دي، نفس النظام التشغيل، اوكي، يعني نفس يعني نفسهم اثنيناتهم النظامين التشغيليين، هو فري بي اس دي ولينكس بيستعملوا نفس الواجهات كي دي اي وجنوم. حاليا انا شغال على كي دي، هي الكي تحت. هلا في الجنوم بس لاجل الصورة، اوكي، نعمل لكم بحث عشان تعرفوا. بتكتبوا جنوم سكرين شوت، اوكي، بس لحظه شوي، اذا بكون عم بحكي عن البرنامج ولا لا، ما هذا بحكي عن البرنامج ايمجز. فشي زي هيك بتشوفوا في كعب الصوره، اذا ما فتحنا مثلا هيك شايفين هون تحت، تشوفوا الصورة، هذا جنوم شايفين فوق الدعسة هاي، اوكي، هي دعسة جنوم، اوكي. هلا هذا صفح جنوم قديم جدا، اوكي، لكن الفكرة انه هذا هو جنوم، تمام. يكون عادة قامت البرامج اسمها هون مكتوب applications فوق، اوكي، خلينا نجيب صورة افضل من هيك، هذا احسن. وين مثلا يعني هذا الحديث هون مثلا، نشوف هاي، اوكي، مثل هيك، شايفين كيف هاي على توزيع ريد هات. طبعا هيك جنوم اصلا شغله، اوكي. فاحنا كل النوافذ هاي وهيك بدنا نعمل برنامج يكون سطح مكتب مثل هيك، هاي برامج سطح مكتب، طبعا طريقه جنوم. هلا جي تي كي هي المكتبة البرمجية اللي بنضيفها على الجنوم، على الهاسكل، اوكي، او على اي لغه برمجه، اوكي، بتعمل منها برامج لسطح المكتب. بالنسبه لجافا لا مش كتير، بس هي بتاخذ نفس البايندينجز الموجوده، فيك تظبط كل الامور والثيمز تبعونك، شكل الصفحه انه يكون كل شيء على اساس انه. هلا من الاخر، في نحن عندنا توصيلات بين الجنوم ولغه الهاسكل باستخدام لغه جي تي كي، اوكي. فاذا وال وركينج اون ذا، اوكي، فاذا بينما بنشتغل على برنامج، يصمم لنا برنامج او يطلع لنا برنامج كالكوليتر آلي حاسبه، راح شو اسمه، راح نغطي المفردات، يعني شو كيف جي تي كي بتسمي الاشياء بالواجهه الرسوميه، بنستعمل هاندلرز، اشياء بتتعاطى مع حركات المستخدم، من كبس ازرار، من تحريك نوافذ الى اخره، اوكي. شو اسمه، وكمان راح نقدم شيء نسميه الجلوبال ستيت، الحاله العامه، اوكي، العامه او الشامله لكل البرنامج، اوكي. بعدين كيف بنخلق يعني استمارات، يعني هلا مثلا عندك هون الكالكوليتر صار زي استماره، يعني بتعبي فيها و الزرار والهذا والاطر عشان نقدر نعبي، اوكي. وبعدين مثلا بعدين، هلا هي مش هلا، اوكي، مش بهذا الفيديو، كيف نعمل كيف سنبعث علاقات بيانات او القصص، اوكي. فهو بقول لك بشكل مانيوال، بشكل يدوي نعمل هالقصص، اوكي، باستعمال محرر للرسوم، لشكل الفورم، شكل الاستماره، يعني هي شكل الاستماره، اوكي، كيف نصير نرسمه، اوكي، ويطلع لنا الاشياء اللي بدنا اياها، تمام. فالرسام تبع الاستمارات اسمه جليد، اوكي، اسمه شو، جليد، تمام. هلا نحن المره الماضيه فيديو ماضي ضليناكم كيف نركب الجي تي كي بقلب مشروع الهاسكل عن طريق ستاك، تمام. وبعدين هو بقول لك هون انه انت مش بيفترض انه ما عندك علم، اي علم بلغه الهاسكل، اوكي. بعدين هون شو بقول لك، بعدا هيك فهم بسيط لكيف تستعمل الاي او موناد، تمام. هلا
يعني كيف تستفوت تعمل تستخدم هالداتا تايب اللي اسمه اي او، اوكي، النوع الداتا، نوع المعلومه اللي اسمها الاي او اللي هو ادخال واخراج. فالجي تي كي طريقتها بالهاسكل كلها امبيرتيف، كلها طريقه اوامر، يعني عرفتوا شو، والدايركت ما في انه حرتقات تبعون الفانكشنال. اوكي، بقول لك هاي يمكن تكون شيء داون سايد، يعني شيء سلبي، اوكي، لكن طلع فيها انه هي اسهل للي داخلين جديد على الهاسكل، حتى واللي جايين مثلا من طريقه حتميه بالكتابه، اوكي، كتابه الكود يعني، او طريقه الاوامر مثل بالسي والجافا وخلافه. اوكي، طيب هلا بالنسبه ليش هو اختار جي تي كي، اولا عندك هون دبليو اكس ويدجتس، ال WSX widgets هاي، اوكي، هي مكتبة ممكن تكتب فيها برامج واجهة رسومية، دائما بس مشكلة انه مش دائما مشغول عليها، بحيث انه في متابعة طول الوقت حتى يحثوا لك السوفتوير والاخ. اوكي، عندك الاكس 11 بتخليك تشتغل مباشرة مع النوافذ، بس وين، على نظام يونكس بشكل عام. اوكي، ف اكيد ما حتساعدك كثير النقطة. اوكي، وبعدين هون في عندنا كمان اذا حبيت تستعمل كيوت، بس المشكله انه الابديت تبع التحديث على المكتبه كل سنه. اوكي، يعني فيش متابعه. الاف ال تي كي في عندنا اف ال تي كي جديده هاي، بس لانها جديده واحد ما فيه يعتمد عليها مشاريع مخزون. اوكي، فمشان هيك الواحد افضل له يتعلم جي تي كي، وهذا من قراءته صحيح انك لازم تمشي مع الجي تي كي. تمام، هلا وبعدين اول شيء جي تي كي سهل تركبها مثل ما شفنا، ودائما يعني الامور فيها راشده، وش اسمه، واخطاء قليله ونظيفه، عرفتوا كيف. طيب هلا شفنا كيف بنركبها، هلا بدنا نبلش بالفيرست ستيبس. اوكي، بدنا نحط الكود اللازم حتى اللي بلش لي بالهاسكل مع الجي تي كي. اوكي، فهذا السطر هو اللي بحط لي الجي تي كي. هلا اكيد لازم تحط موناد، وتحط اي او كلاس، وتحط داتا اي او ريف. الاي او ريف بتصير مثل البوينترز تبعون السي، اللي بيعرف سي بوينترز بيفهم شو عم بحكي. يعني بتصير تستعمل عنوان بالذاكره مباشره، بالتالي تعدل عليه. تمام، مش ضروري تحط اسم متغير هيك بالاساس يعني. فهلا عندنا هون راح نصير نستعمل فوت على الكود تبعنا. فاذا احنا حطيناه بماي بروجكت، اوكي، بهذا الفولدر، بعدين نعمل بستعمل محرر اسمه كيت. اوكي، وبقول له اب مين دوت اتش اس، طبعا بدي احط الاند باللينكس عشان يفصل سطر الاوامر عن برنامج الكيت. اوكي، لا يعني لو سكرت النافذه هاي تبعت التيرمينال تبعت الطرفيه ما راح ياثر. هلا انا كنت حاططهم مسبقا طبعا نص المره الماضيه عشان يقدر يحمل لي ستاك ريزولف وستاك بيلد، ينزلوا لي ويركبوا لي كل المطلوب مشان مشروع الشغل. هلا حطينا البرنت هلو بس عشان انه يبا الواحد يشتغل. هلا عشان بس نتاكد من بقلب المشروع، بقلب يعني بقلب مسار المشروع. اوكي، ستاك بيلد نشغلها عشان يعمر البرنامج. تمام، وبعدين ستاك اكزيك، بعدين ماي بروجكت بروجكت اي اكس. طيب بطلع كلمه هلو لانه انا عامل بالدو هون بسكشن الدو تبعت المين، بس هلو برنت اطبع. طيب هلا نحن راح نكمل في الحكي. هلا هو شو قايل، راح نشيل سطر البرنت هلو. اوكي، هذا السطر راح نشيله، وراح شو نعمل، بدنا اول شيء نفرجيكم كيف البرنامج حيشتغل.
هلا عندنا هذه void init GUI. الانت هون اختصار لانيشيلايز هاي الكلمة. اوكي الانت هون معناها اختصار ل initialize معناها ابدا يعني بالشيء. اوكي فهون عم بقول لك حضر لي الجي يو اي، جيب لي مكتبه الجي يو اي، مكتبه الواجهه الرسوميه وشغل لي اياها، بس مش معناها انا رح استخدمها يعني، بس حط لي اياها على الطاوله. اوكي هيك معناها. هلا هون بحطها مع الفانكشن اسمه void منشان شو؟ منشان انه انا عندي اذا كان مثلا اذا بدي اعمل مثلا stack exec هيك بس. هلا طبعا انا لازم احط my project.exe حتى يشتغل. اوكي او stack قصدي. اوكي فالكلمات اللي قدام كلمه stack كلهم هدول بسميهم شو؟ الباراميترز اللي تبعون الابلكيشن تاعتك. هلا هو هون exec، الexec كمان بتاخذ الكوماندات والباراميترز اللي قدام. هلا بغض النظر الانت جي يو اي ممكن تسحبهم بقلب الكود، اوكي بس فايل الكود يعني تاخذهم هون بالداخل هيك. عم بكتب void init جي يو اي. اوكي مفروض يكون في قدام الانت جي يو اي شويه هيك باراميترز تاخذهم اذا حبيت. هلا انا ما بعرف عنه لسه بس كيف بينعملوا، بس الفكره انه لانه ما بتاخذ اي باراميترز. اوكي بنحط هون function void تمام، وهو هيك الكود مكتوب. يعني انا هلا لما شغل my project exe مفروض احط هون parameters قدامها تمام، مطرح الافات هذول زي الشيء زي اللي فوق. اوكي بس مش بالضروره هن. ف يعني كيف بدي اقول انه هذول parameters نحن مش حنكتبهم، مشان هيك مش حنزيدهم هون تمام. طيب هلا عندنا كمان كيف بدي اقول له في عندي نافذه جديده، بس هذا مش معناها انه اعرضها على الشاشه، بقول له بس في عندي نافذه جديده. فاذا لازم شو اعمل؟ ويندو نيو تمام. فبجيب الويندو نيو تمام وبقول له هيدي في عندي متغير اسمه ويندو نيو. طيب هيدي هيك ما بتكفي توقف عليها. هلا فرجيكم شو بصير. راح اعملها كومبايل. اوكي ليش؟ لانه المونات بيفرض عليك انك تخلص باكسبريشن بالاخر. اوكي يعني بتعمل اساينمنتس بس بالاخر بتعمل هي سهم الاساينمنت اللي سهم رايح على اليسار على اليسار. اوكي شايفين علق. ليش؟ لانه لازم يكون do must be an expression يعني لازم ينتهي بشيء. هاي قصص المونادو وكيف تنقل من سطر لسطر. اوكي شرحناها ديك المره بكتاب الكتاب الهاسكل اللي عم نشرح فيه. طيب فاذا حتى يخلص هالشغل لازم تحط expression اللي هو بالاخر اسمه main GUI اللي هو اخر سطر 5 هذا معلم الرقم 5 عليه. طيب فهون اذا لازم نحط سطر المين جي يو اي ننسخه. هذا المين جي يو اي شغلته انه شو اسمه انه لازم انت في عندك مدام في زرار وفي هذا لازم في شيء يضل يشيك ويتاكد انه هل كل زر هذول او كل كبسه او كل حركه من الفاره شو اسمه صابت مطرحها بالزرار كبسه مطرحها بالزرار. ففي شيء لازم يضل بشكل غير متناهي وضلوا بيتحرك اوكي وبالتوازي مع البرنامج. اوكي فهو اللي بيتاكد انه اذا هذا الزر انكبس هذا الزر انكبس اي زر من انكبس عرفتوا كيف هيك، فعشان يحرك الشغله بقلب البرنامج تمام. هلا بالنسبه بيناتنا بس الكيت لما يحط هون نجمه او هون بس ايش هي نفسها يحط على عنوان الملف نجمه يعني بعده ما انحفظ. طيب فهلا وبعدين قال لك هون قصة موناد. اوكي فالويندو هو صاير لازم ياخذ من الويندو نيو يحضر نافذه جديده ونحطها بقلب المتغير ويندو. اوكي
وبعدين لازم الويندو تتسلم ده المين جي يو اي. فتسليم المين جي يو اي يعني بسبب الدو عم بصير. اوكي هيك انك عم تستعمل شو اسمه العملية هاي دي. اوكي بشارة هاي تمام. طيب فاذا راح امحي هذا نعمل ستاك بلدن جديد. هلا بتعمر البرنامج بس هلا شو راح يصير معي؟ لما اجي اعمل ستاك اكزيك اوكي بتلاحظوا شو البرنامج شغال تمام بس فيش شيء ما طلع لي شيء تمام. ف نكبس كنترول سي مرتين هذه معناها المين جي يو اي هي اللي شغاله وبس. الويندو قال له حط اللي عندك ويندو بس مش ضروري يعرضها بس حطها حط نافذه بس ما تعرضها ما في شيء تنشئه وتعمل نافذه. هلا عشان تبين النافذه هاي اوكي شو بنعمل؟ بنقول له ويدجت شو اول يعني اعرض لي كل كل شيء اوكي اللي اسمه ويندو تمام. فبمسك هذا السطر وبحطه هون تمام. طبعا لازم يكونوا سطور هذول كلهم هيك ساعه سوا بعض عشان تقول اني تحت المين فانكشن اسمه مين. هلا نجي بنعمل مره ثانيه. هلا نعملنا شو اعرض يعني شو اول ويدجت شو اول اوكي. شوف الكود اخذ وقت اطول حتى لانه صار في سطر جديد فبنقول له اكزك. ايوه اهلا وسهلا يا معلم هذا هو البرنامج تاعنا بس شو نافذه فاضي يعني مثل كانك عملت انت بس نافذه فاضي يعني هو هذا اللي حيعمل. هيك كتبت مثلا وش هيك وبس في بالتي كي انتر في شيء اسمه وش ف بيطلع لك ولا نافذه فاضيه بعدين بتعبيها. فنفس الفكره هذا راح يصير معنا نحن عندنا نافذه فاضيه وبعدين بنعبيها زرار تمام. هلا لحد هون بنلاحظ كمان انه لما بسكر البرنامج المين جي يو اي بتضل شغاله الانفينيت لوب هاي الحلقه المفرغه بتضل شغاله ما فيني اقتل البرنامج مباشره. فبعدين بنشوف لاحقا في سياق المقال كيف بتصير العمليه هاي تمام. فهو طلع هيك نافذه. هلا هو لانه سمى المشروع كالك اوكي فبتطلع كالك. احنا مسمينه ماي بروجكت اي اكس اي فبتطلع ماي بروجكت اي اكس اي اوكي. طيب هلا فهون لحد هون راح اوقف بنكمل باللي بعدها اوكي. كيف بنصير نظبط النافذ ماشي ونفوت بعدين بقصه الخصائص تبع النافذ ماشي. والسلام. رجاء شارك الفيديو مع رفقاتك.